الصحراء. الصحراء ماشي خيمه ودراعه، الصحراء ماشي ملحفه واتاي وسط جباعه. الصحراء قصص انسانيه، عائلات هنا وحتى تما. من ورا كل كديه رمله في الصحراء كاين قبر او ضحيه لغم، كاين عائله مقسمه على جوج او على بزاف ديال الاطراف. برنامج عائدون من جحيم المرتزقه غادي نتقاسموا معكم بكل فرح وحب وانسانيه وبزاف بزاف تاع الصدق قصص هاد الناس اللي رجعوا من جحيم مرتزقه قررت انها تقسم الوطن الى اثنان، نص هنا ونص لهنا. غادي نتقاسموا معكم تفاصيل حكايات الارامل وزوجات الجنود الاسرى وحتى سكان الصحراء اللي تأسروا في حسابات قبلية تافهة وبعيدة كل البعد عن حب الوطن وحتى على الحرية.